تحياتي الإخوان، بغيت نشارك معكم واحد المعلومة اليوم. واحد الدواء متوفر في جميع البيوت. الطائر هذا كما كتلاحظوا العينين ديالو عنده واحد المشكل، هانتوما هذه العين الأخرى، يعني ما نايضش فيها الزغب، وهاد العين هذه لاحظت انه كيسدها بزاف وكيفتح غير هاد العين هذه. فانا اش كنستعمل هنايا في هاد الحاله هذه، كنستعمل هذا ماء الورد المقطر، حيت ما كاينش اللي يصور ليا هاد الماء الورد المقطر. فانتوما كما كتلاحظوا منظف للعينين من البكتيريا ويزيل احمرار العين واثار التعب. هاد الماء الورد هذا فهو فعال، وكنديرو حتى لعيني انا ملي كتولي تضرني، راه مزيان. نتمنى انكم تجربوه، كاع اللي عنده شي مشكل في الطيور ديالو يجربو ويرد عليا الخبر. انتوما كما كتشوفوا العين ديالو، فانا غادي نفزق هاد العود هذا ديال الودنين، هو عندي في يدي، وغادي نمسح لي على عينيه بجوج. مثلا مسحت بهاد الجهه هادي لهاد العين، نمسح بالجهه الاخرى للعين الاخرى، يعني ما نديرش نفس البلاصه نمسح بها العينين بجوج، لا، العود فيه جوج بلايص، نمسح بكل بلاصه نديرها في عين. تحياتي الاخوان. انتوما كنشدو الطوير، دابا كنشدو الطوير بحال هكا، كنشدو العود ديال سميتو، كنديرو فيه شويه ديال المورد، كنمسحو ليه على عيني بحال هكا بهاد الطريقه، يعني هادوك البلايص اللي فيهم هذا ما فزكش، دوك البلايص اللي فيهم بكتيريا كتحاول تقطر فيهم وتمسح غير بشويه، وكتقلب العود بحال هكا، دير ثاني، كدير العين الاخرى. وكتطلق الطائر، يعني انا راه ديجا درت ليه هو عود اخر، كتخليه. وهذا المورد هذا راه فعال، وراه مزيان، راه احسن شي حاجه تحيد بها البكتيريا العين ديال الطائر هو هذا المورد. وانتم راه منظف للعينين وكيحيد ديك البكتيريا كامله. انتما الاخوان، هذا هو الطائر اللي درت ليه البارح لعيني، كانت مسدوده، ها هي عيني الحمد لله اليوم صبحات بخير. انتما خصو غير يوقف باش نوريكم الصوره. انتما شتو عيني البارح راه كانت مسدوده، كاين منين درت ليه هذاك المقطر ديال الماء ديال الورد، راه العين ديالو الحمد لله صبحت مفتوحه، وحتى الليل ثاني وغادي نعاود ندير ليه، وراه كيحمي من البكتيريا فين ما كانت شي حاجه في العين، راه كيحيدها. اللهم بارك. وتحياتي الاخوان، حنا ديما كنحاولوا نقدموا لكم المفيد ومعلومات اللي سهله، خاص غير الانسان يبقى يسول، ماشي يخلي حتى الطائر يفوت فيه الفوت، عاد كيجي كيبقى يسول، يعني كتلقى العلاج فات عليه الحال ديك الساعه، يعني ما غاديش يكون فعال الا بغى يشوف من حالو سيدي ربي. يعني دائما الا وقعت شي حاجه بحال هكا، بنادم يحاول يسول شويه بكري باش يكون العلاج سريع وفعال ما يطولش.